مركز الحرية والتغيير يجدد التزامه بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية. اتهام شركات الاتصالات بالمشاركة الجنائية في فض الاعتصام. وزير المالية يقر بمشكلات حقيقية تواجه تنفيذ برنامج ثمرات. البنك الزراعي يعلن تمويل 800 ألف فدان في الموسم الشتوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الجولة في أحداث السودان من سوداني 24. أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير التزامه بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي. وعقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعا مع المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير، ودار حوار شفاف ومفتوح حول كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي بجانب قضية شرق السودان. واطلع المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير على نتائج لقاءات حمدوك مع رئيس المجلس السيادي وأعضاء من المكون العسكري حول الأوضاع الراهنة بالبلاد. وأكد المجلس المركزي القيادي مواصلة دعمه لرئيس الوزراء ولمبادرته ووقوفه بجانبه لاتخاذ القرارات التي من شأنها أن تصل بالانتقال إلى بر الأمان. عقدت اللجنة الفنية للآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء والخاصة بقضايا الانتقال اجتماعا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة جعفر خضر رئيس اللجنة وحضور الأعضاء كافة. واستمعت اللجنة إلى تقارير حول عمل اللجان الفرعية، وكذلك استمعت إلى تقرير من اللجان الثلاث التي تم تكوينها خلال الاجتماع السابق للتواصل مع أطراف الأزمة السياسية في البلاد، والتي التقت برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، واستمعت إلى رؤيته حول الأزمة وكيفية معالجتها، وستواصل اللجنة لقاءاتها مع بقية الأطراف. توقع القيادي بالحرية والتغيير إبراهيم الشيخ حل أزمة الشركاء الحالية خلال 48 ساعة. مع ذلك أرجع الشيخ طبقا لصحيفة الانتباه الصادرة اليوم توقعاته لجهة مؤشرات طيبة جارية حاليا دون الخوض حولها، وكشف في الوقت نفسه عن حقيقة رفض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجلوس إلى وزراء بعينهم. وأضاف البرهان لم يرفض الجلوس إلى الوزراء بحسب ما رشح، لكنه طلب لقاء حمدوك قبل الالتقاء بهم أمس. في ذات الاتجاه أكد الشيخ عدم علمه بما يتم تداوله حول حل الحكومة واستبعاد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد سلك، وبنى أنه لم يتم إخطارهم رسميا وتنويرهم حتى اللحظة. وفي سياق آخر قال الشيخ إن ما نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك بشأن البرهان اليومين الماضيين كان بغرض تحديد وظائفه. ولمتابعة هذا الملف ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف من الخرطوم بروفيسور حيدر الصافي عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير. بروفيسور مساء الخير. مساء النور والتحية لك ولجميع مشاهدي قناة سوداني 24. أهلا بك. أين وصلت جهود حل الأزمة بين شريكين خاصة المكون العسكري مع الحرية والتغيير؟ والله أنا مستشي منه، يعني قبل أن نتحدث عن حل الأزمة لابد أن نتحدث عن الأزمة. نعم. بمعنى أنه الشراكة في أي مستوى من مستوياتها بتقع تشوهات وتقع خلافات بين أطرافها. نعم. حتى في أعلى المستويات الإنسانية، ولكن إدارة الخلاف هي الأزمة أكثر من الخلاف نفسه. نعم. ولذلك عندما تكون في، يعني ما يقول أبغض الحرارة، أبغض الحرارة عند الله الطلاق، لأنه النتيجة حتقع حتكون نتيجة كارثية. كذلك فيما يخص الوطن، فتش شراكة مربوطة بالوثيقة الدستورية ويجب أن يعني تسير في الفترة الانتقالية اللي تحقق الرخاء والرفاهية. نعم. ولتعبر البلاد إلى مرحلة انتقالية لابد أن تدار بالشكوى الكافية بعيد من الملاثنات في الإعلام والتطاول من هنا وهناك. وهذه هي أزمة في حد ذاتها. نعم. والأزمة لأنها أديرت خارج الأطر المؤسسية التي يجب أن يتحلوا بها موظفي الدولة في أعلى من في المستويات. نعم، أنت ذكرت بروفيسور موظفي الدولة، هل هذا يعني أن ما قام به هؤلاء الموظفون ليس يعني موافقا لرأي الحرية والتغيير؟
الحرية والتغيير هي جسم الآن مراغم، ولكن نحن نحاكم الذين تم تعيينهم في هذه المرحلة الانتقالية الاستثنائية التي لا يملكها أحد. هؤلاء الوزراء والقوى والمكون العسكري في مجملهم هم خدام لهذا الشعب، يجب أن لا يتشاكسوا بالشكل الذي ينعكس سلبا على هذا الشعب، ويجب أن يحتكموا للوثيقة الدستورية بعيد من المراشقات الإعلامية، ويحتفظوا بإدارة الحوار داخل الأطر المؤسسية وفي الأروقة الرسمية. هذا هي الأزمة. وقد كان يعني وقد كانت المراسلات، هل تم فعلا محاسبة هؤلاء الوزراء؟ الآن الحكومة مجمدة، الآن منذ أن وقع هذا الخلاف ليس هنالك اجتماع بين المكون المدني والمكون العسكري، نعم، إلا في الإطار الضيق بين السيد رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي، وهذا في حد ذاته أزمة. ولذلك لابد أن ننظر إلى الأشياء بشفافية وبشجاعة، ولابد الرأي العام يكون بعيدا من مسألة التحديات والإرسال المعاني الغلامية، لأن يواجه هؤلاء هذه هي دولة يجب أن لا تعامل بهذه الكيفية الغير مسؤولة. لا يمكن أن تكون هنالك دولة تستند على دستور يمكن أن يقاطع أطراف بعضها البعض. نعم بروفيسور، ليس هناك خلاف في هذا الموضوع، لكن نحن نتحدث عن ما وقع حتى الآن. هناك مراسلات قد حصلت، وهناك أيضا وجهة نظر مختلفة بين المكونين العسكري والمدني، لكن ما يهمنا الآن هناك مبادرات طرحت لحل هذه الأزمة، أين وصلت؟ نعم هناك مبادرات، ولكن أنا لا أرى أن المبادرة يمكن أن تنجز شيئا بعيدا من الالتزام بالوثيقة الدستورية. يعني هنالك مطالب، الولاية العسكري يطالبون بأشياء والمدنيين يطالبون بأشياء، لماذا يقع المطالبة خارج إطار الوثيقة الدستورية؟ وأنا أقول هذه الأزمة أزمة في إدارة الدولة أكثر من هي أزمة شعبية، أو هنالك مبادرات يتم إرضاء فلان في مقابل فلان أو إزاحة فلان لمقابل فلان. هذه دولة يجب أن يتعامل معها بالمسؤولية الكافية، هذا لا يقع في أي دولة في العالم. تحتكم إلى وثيقة لأن يختصب الأطراف وكل منهم ينا على الآخر، وهنالك تحصل سيولة في الدولة وتهديدات أمنية هنا وهناك. لابد أن ننظر إلى الأزمة في هذا الإطار. نعم طيب، هذا كلام عام يا بروفيسور، لكن نتحدث عن إمكانية إيجاد نتيجة يعني سريعة. حسب ما أنت عضو في هذا المجلس، ما هي يعني المعلومات المتوفرة لديك حتى الآن من هذه النتائج؟ ليس المجلس الشركاء، نعم، ومجلس الوزراء والمجلس الثنائي الذي يعمل بدور المجلس التشريعي لم يتم عقدهما منذ بداية هذه الأزمة. يعني ليس هنالك معلومات رسمية ممكن أن نصرح بها باسم هذه المجالس، كل ما يأتي هو يطرشح معلومة من هنا وهناك وتصريح هنا وهناك، حتى التصريحات التي تخرج من هنا وهناك هي عبارة عن محاولة لدغدغة العواطف وتلطيف الصور وتجميلها، ليس هنالك عمل مسؤول. نحن كنا نتوقع خطاب من السيد رئيس الوزراء يتحدث وهو على قمة المكون المدني في هذه الأزمة، وكذلك من رئيس المجلس السيادة، ونريد أيضا أن يخرجوا هؤلاء الذين يمثلون الشعب ليملكوه المعلومة بعيدا من أن فلان ولن نحن نتمسك ونحن نتمسك. هذا وضع استثنائي، لابد أن ننظر لهذه المرحلة بأنها لم تأتي بانتخابات أو بانقلاب عسكري، يعني بتوافق شعبي، ولذلك لابد أن الجميع يرى أن الشعب ما زال هو صاحب السلطة ويمكن أن يحدث تغيير في أي وقت يراه. نعم طيب، هناك رشح أن المجلس المركزي للحرية والتغيير له الرغبة في توسيع المشاركة والقاعدة، ما المقصود بالتوسيع يعني في هذه المرحلة؟ ونحن نعلم أن هناك أيضا جسم أصبح موازيا أيضا باسم الحرية والتغيير، هل يقصد وحدة الجسمين في جسم واحد أو العودة إلى منصة التأسيس؟ أنا أظن أن المجلس المركزي القيادي قد أنجز عملا مهما بدعوته للتوسيع المجلس، وقد حضرت اجتماع قبل يومين أو ثلاث، وكان هنالك عدد كبير وكانت هنالك إدارة، ولكن داخل هذا الاجتماع على الأصوات لأن ينفتح هذا المجلس في أن
يجري تحاور مع كل الأجسام المغاضبة من الأحزاب السياسية والمكونات المدنية الأخرى. وكذلك لابد أن يتم التواصل مع القوة الثورية التي هي تعمل في الطرف الآخر. وهذا ضروري، ضرورة هذا الأمر يعني لابد أن تتوحد قوى الثورة في شكل الحاضنة حتى تتوحد في تنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية. أي انقسامات بين هذا وذاك هو يمكن أن يلقي بتشوهات في تنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية. ولا يفوتنا أن أذكر أن الأزمة الحقيقية هو ليس هنالك برنامج واضحا للمرحلة الانتقالية، ولذلك حتى حل الحكومة أو استبدال الوزراء لن يجدي نفعا لم يكن هنالك برنامجا مطروحا شفافا الجميع يطلع عليه ويراجع من هنا وهناك وينعكس في الأجهزة الإعلامية حتى كل فرد من أفراد الشعب السوداني يدرك مسيرته والاتجاهات التي يسعى إليها. نعم بروفيسور، أيضا من خلال متابعتك لهذا الملف، إلى أي درجة يمكن أن نقول بالإمكان توحيد مكونات الحرية والتغيير في وعاء واحد؟ نعم بالإمكان، وليس هنالك سبيل خير أن تتوحد الحرية والتغيير. إن لم تتوحد تقع تشوهاتها على الأداء الوزاري، تقع تشوهاتها على في إكمال السلطة التنفيذية في مسألة العمل التشريعي، وهذا يقع سلبا. ودعني أقول إذا استأذنك في دقيقتين أن أقول لك الأزمة السياسية السودانية لم يحدث فيها تطوير بعد الثورة. الأزمة السودانية كما يتحدث الجميع في فشل النخب في استيلاد مشروع وطني يحقق المواطنة، ما زال هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الأحزاب السياسية. والواقع الثوري والسياسي لا يشابه الماضي، هذه شعارات تعبر عن قيم سياسية عليا وليس هنالك فكر. يعني الأحزاب السياسية الآن هنالك عدد من الأحزاب السياسية ولكن هنالك فراغ في الفكر السياسي، الفكر الذي يستمد فلسفته ومرجعيته من قيم تستطيع أن تجعل تحقيق القيم الاجتماعية والسياسية ممكنة على الواقع. هذه هي أزمة. نعم بروفيسور، سؤال أخير، سؤال أخير في هذه المقابلة. هناك يمكن يكون إرهاصات أو تسريبات عن اشتراطات قدمها المجلس أو المكون العسكري، اشتراطات إبعاد بعض الشخصيات، وهناك أيضا الحديث عن ربما يتم حل الحكومة. إلى أي درجة نقول بالإمكان هذه حقائق موجودة الآن يتم التداول حولها؟ إذا كان هنالك اشتراطات من المجلس العسكري هذا يعني اختراق في الوثيقة الدستورية. يعني هنالك ممكن يكون هنالك تفاهمات لحل الأزمة في إطار غير رسمي، ولكن إذا كان هنالك شرطا معلوم أن الأحزاب السياسية أو هذه الوظائف رشحها الحرية والتغيير ويعينها حمدوك وتحتمل في مجلس السيادة، فأي شروط يخل بهذه الوثيقة يعتبر اختراق لهذه الوثيقة. أما حل الحكومة، الحكومة الآن يعني الحكومة الأولى كانت يعني رغم يعني البعض وصفها بالضعف وكذا، ولكن لم تخلق أزمة لأنه كثير من الوزراء ليس لديهم ارتباطات بأحزاب سياسية بعينها يمكن أن توقع ظلال الحزب المعين في أداء الحكومة. ولذلك إذا تمت حل الحكومة بالتوافق لتعيين حكومة يأتوا ناس حسب الوثيقة يعني شخصيات وطنية مستقلة يمكن أن تحقق شيئا ما في عدم افتعال الأزمات المرتبطة بأيديولوجيات بعض الأحزاب السياسية وبعض رؤاهم الحزبية. نحن الآن في مأزق في المضايق الذاتية للأحزاب السياسية، لا يجوز أن تنفصل هذه الأحزاب من الحكومة الانتقالية التي جاءت بشكل استثنائي وليس بشكل منتخبا. نعم بروفيسور حيدر الصافي عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتهمت مجموعة ضمت قانونيين والجمعية السودانية لحماية المستهلك شركات الاتصالات بالمشاركة الجنائية في جريمة فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو 2019 والتي راح ضحيتها المئات من الشباب.
ولم تظهر نتائج التحقيقات الجارية حولها حتى الآن، رغم مرور أكثر من عامين على وقوعها ما أثار سخطا شعبيا كبيرا. وكانت خدمة الإنترنت في السودان قد انقطعت منذ بعد بدء عملية فض الاعتصام، وخلال الأيام التي تلتها ما أسهم بشكل مباشر في إخفاء الحقائق ومنع التواصل بين السودانيين، وزاد بالتالي من الخسائر البشرية. وقال عضو مجموعة المحامون المتحدون عبد العظيم حسن إن قطع الإنترنت من قبل شركات الاتصالات شكل سابقة خطيرة وخالف القواعد القانونية والأخلاقية. أصدرت وزيرة الحكم المحلية الاتحادية بثينة دينار قرارا بإيقاف تعيينات الإدارة الأهلية في كل المستويات وكل الولايات. وعدت الوزارة أي تعيينات تمت في الفترة الماضية بعد التوجيهات التي صدرت من الوزارة لاغية وغير معتمدة. ودعت وزارة الحكم الاتحادي أجهزة الدولة ممثلة في الولايات إلى وضع القرار موضع التنفيذ إلى حين صدور قانون الإدارة الأهلية دعما لبناء السلام والاستقرار بعيدا عن النزاعات التي تنشأ بسبب التعيينات. دعا حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي إلى اكتمال السلام ودعم وحدة الصف ونبذ الانتماءات الضيقة. جاء ذلك لدى لقائه بوفد القيادات الأهلية والشعبية وفعاليات ورموز المجتمع بالمنطقة الغربية بقيادة ناظر عموم قبائل المنطقة الغربية الناظر سيف الدولة أدهم إدريس. وأكد العمدة عزمهم على إيجاد المعالجات للتحديات التي تواجه عجلة الاستقرار والإنتاج بالمنطقة الغربية وتأمين المسارات التاريخية بالمنطقة، وأعلن عن جهود لجمع السلاح ليكون حصريا بيد القوات النظامية. شرعت أمانة المرأة بحركة جيش تحرير السودان التحالف السوداني بمحلية الجنينة بولاية غرب دارفور في إقامة ندوات وجلسات حوارية بمعسكرات النازحين. وركزت الندوات على كيفية عودة النازحين إلى مواقعهم بمعسكر كريدينغ وأحياء الجبل. وتأتي الخطوة في إطار الدفع بمسار تعزيز السلام الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع. وأوضحت أمينة المرأة بحركة جيش تحرير السودان التحالف السوداني كوثر جيلية أن الندوات المقامة بمعسكرات الإيواء استهدفت النساء والشباب والشيوخ. جددت وكيلة وزارة الخارجية إلهام إبراهيم التزام السودان بالتعهدات التي قطعها بالانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. جاء ذلك أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في الجلسة التي خصصت لمناقشة تقرير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن السودان. وأشارت وكيلة وزارة الخارجية إلى التعديلات القانونية التي اعتمدتها الحكومة بشأن المواد التي تمثل انتهاكا لحقوق المرأة والطفل وحرية الدين والمعتقد والحكم الرشيد. وشارك في الجلسة كل من نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس بعثة يونيتامس، وقدما بيانين رحبا فيهما بوجود وجهود الإصلاحات الجارية، كما أكدا دعم ومساندة الأمم المتحدة للفلتة الانتقالية في مواجهة التحديات الكثيرة التي يواجهها السودان. وقعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع هيئة محامي دارفور ومعهد السودان للديمقراطية. وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك في الرقابة على الحقوق وتعلية الحريات وضماناتها والعمل في مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأكد رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان رفعة الأمين أن المفوضية ترحب وتعمل مع جميع المنظمات الحقوقية الراغبة في العمل. وفي ذات السياق أكد الأمين العام لهيئة محامي دارفور آدم راشد أكد أهمية التعاون والعمل المشترك في جميع مجالات حقوق الإنسان مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. أعلن وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد عن خطة وطنية شاملة للاهتمام بالإعلام. جاء ذلك خلال الورشة التشاورية التي عقدت بمدينة نيالا بجنوب دارفور حول تطوير قوانين الإعلام في السودان التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع شركاء بمشاركة ولايات دارفور. في إطار إنفاذ الركائز الثلاث لبرامج عمل الإعلام في الفترة الانتقالية، جاءت الورشة التشاورية حول مشروع تطوير قوانين الإعلام في السودان التي استضافتها مدينة نيالا بمشاركة ولايات دارفور الخمس. هذه القوانين هي بداية لإصلاح أوسع وأعمق وأشمل في قطاع الإعلام،
اصبح قطاع الاعلام الحكومي فقط بل الاعلام المهني المستقل. حكومة ولاية جنوب دارفور وضعت رسائل عديدة في بريد القائمين على أمر إصلاح قوانين الإعلام في السودان وصولا لتحقيق الهدف المنشود. عندما نتحدث عن هذه القوانين نحن نتحدث عن تأسيس الإعلام برؤية جديدة بفكر جديد. الآن أنتم الذين تصنعون هذه القوانين، لذلك إن شاء الله الآن الفرصة أمامنا بأننا نصنع قانون برؤية جديدة يحفظ حق الدور المشي والصحافة ومكانة وحق الصحفي الذي يكتب هذه الأخبار ويحلل ويقيم، لابد أن يكون موجود في هذا القانون، وكذلك الحماية في الرأي حتى أن هذا الصحفي يؤدي دوره بفعالية وموضوعية. وزارة الثقافة والإعلام والشركاء يبذلون جهودا حسيسة لإكمال مشروع مسودة القوانين الثلاث التي شاركت فيها المعنيين بالأمر من الصحفيين والإعلاميين من خلال هذه الورش. أمامكم الآن ثلاثة قوانين: قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الهيئة العامة لإذاعة التلفزيون، والقانون الأهم قانون حرية الحصول على المعلومات أو حرية الوصول إلى المعلومات. لأنه إذا أنت عندك صحافة حرة وعندك تلفزيون مستقل، هي تلفزيون مستقلة، إذا الصحفي ما بيقدر يصل للمعلومة وإذا المسؤول الحكومي ما في إلزام إنه يعطي المعلومة للصحفيين، بيكون ما في معنى لحرية الصحافة. مسألة الخطة الوطنية للتدريب تحتاج إنه يكون في بنيات أساسية للتدريب. نحن الآن نعمل على إعادة تأهيل أكاديمية السودان لعلوم الاتصال وإعادتها لدور الأساسي. أكثر من 80 مشاركا من ولايات دارفور الخمس سيقولون كلمتهم في هذه الورشة حول مسودة قوانين الصحافة والمطبوعات، الإذاعة والتلفزيون، وحق الحصول على المعلومات التي وضعتها الاستشارية المعنية بذلك. حسن حامد، سوداني 24، ولاية جنوب دارفور، نيالا. استقبل مطار الخرطوم اليوم أولى شحنات لقاح كورونا فايزر الأمريكي المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية عبر منصة الكوفاكس، مقدر بحوالي 500 ألف جرعة. وقال القائم بالأعمال الأمريكي براين شوكان إن ضمان بقاء الشعب السوداني بصحة جيدة أمر بالغ الأهمية من خلال الشراكة مع وزارة الصحة الاتحادية ويونيسيف. وقالت وكيلة وزارة الصحة الاتحادية يسرى محمد عثمان إن اللقاح يعد ذا خصوصية باحتياجاته لسلسلة تبريدية عالية. خطر على خطر المرض على الأنظمة الصحية وعلى ممارسة المواطنين لحياتنا الطبيعية. الآن نحن في السودان وصلنا لمليون وسبعمائة ألف جرعة تلقاها المواطن السوداني. بيزعدنا جدا نزف البشرة اليوم لشعبنا الكريم لاستلامنا الشحنة الأولى من لقاح فايزر. وهذا اللقاح عبارة عن 499 ألف جرعة مقدمة من الحكومة الأمريكية. أحيت الجمعية السودانية للتخطيط الحضري والإقليمي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اليوم العالمي للمستوطنات البشرية في السودان تحت شعار تسريع الإجراءات الحضرية من أجل عالم خالي من الكربون. وقال وكيل وزارة التنمية العمرانية والجسور أبو بكر أبو القاسم إن السودان بحاجة ملحة للتنمية العمرانية التي تتكامل مع جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية للنهوض بالبلاد في إطار التنمية الشاملة. حاليا الليلة بتندرج ضمن احتفاليات أكتوبر الحضري، وهو شهر أكتوبر شهر اختارته اليون هابيتات حول العالم إنه يكون شهر للتوعية بمشاكل التخطيط الحضري في المدن، وأيضا بالطرق اللي بنقدر نكون بها مدن ومستوطنات مستدامة. ضمن الفعاليات في أكتوبر الحضري هو يوم المدن العالمي ويوم الهابيتات العالمي اللي بنحتفل به الليلة في مقرنا في اليون هابيتات بالسودان، ومعانا مجموعة من الشركاء، شركاء التنمية، معانا منظمات كثيرة من المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعية السودانية للتخطيط الحضري والإقليمي.
كل هؤلاء الشركاء اجتمعوا على أنهم يحاولوا يطوروا في التنمية العمرانية والتنمية الحضرية في السودان في مدننا وقرانا، عشان نصل لمدن ومستوطنات مستدامة، وعشان كمان نصل لحياة كريمة لإنسان هذه المدن والقرى. انطلقت بولايات السودان المختلفة احتفالات المولد النبوي الشريف، حيث شهدت عدة مدن زفة المولد التي تعد إذانا بانطلاقة الاحتفالات في أنحاء البلاد. وشارك ولاة ومسؤولون في زفة المولد، وهنأت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقالت إن هذه الذكرى سانحة لاستلهام الإرادة الصادقة للوفاء بالرسالة السامية لتحقيق قيم الوحدة والتسامح. وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح: إننا نستلهم من هذه المناسبة العطرة المعاني والدلالات لتكون دافعا لمزيد من البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن في مرحلة دقيقة من تاريخه. وأكد أهمية نشر تصحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطا ولا تفريطا.